ريهام عثمان العيار صاحبة مشروع فيلسوفي للاستشارات التسويقية والإعلامية، وهي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمكنت من حجز مكانة لها خلال عقدين ماضيين في السوق المحلي والعربي بسبب دعمها المتواصل وخبرتها الكبيرة في مجال إطلاق العلامات التجارية للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في السوق المحلي والعربي. هالشيء كان وراء اختيارها من مجلة Arabian Business لتكون من بين 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في منطقة الخليج العربي. أما الدكتورة أبرار جاسم العوضي فهي صاحبة مشروع ماس للتصميم الداخلي، وهي رئيسة لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللي تقود ملتقى B2B for SMS، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، واللي يخلق منطقة للتفاعل من منظورين. ريهام وأبرار مثال رائع للمرأة الكويتية الناجحة والقوية، واللي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى القمة وتحقيق النجاح، وهالشيء ما صار من فراغ بل من إصرار وعزيمة وتخطيط ودراسة وثقافة. الليلة في عسيف بيكون معانا كل من أبرار وريهام اللي قدرت كل واحدة منهم أنها تترك بصمة في مجالها العملي، وبعد شوي بنعرف منهم أكثر عن تفاصيل هذا النجاح. ريهام عثمان العيار والدكتورة أبرار جاسم العوضي، حي الله من زارنا الليلة في عسيف. يا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير. ريهام ودكتورة أبرار، سعيدين أنكم تكونوا معنا اليوم، وشفنا هالتقرير الجميل عنكم، لكن نبي نوضح أكثر حق السادة المشاهدين طبيعة عملكم. مسيكم بالخير، مشكورين على الاستضافة. أتكلم أول شيء عن طبيعة عملي بعدين انتقل للجمعية. صحيح. أنا صاحبة مشروع صغير. نعم. شركة استشارات تسويقية وإعلامية في كل المجالات الإعلامية والتسويقية. نعم. فنقدم استراتيجيات تسويقية، وبعدين بعد الاستراتيجيات يطلع الاكسكيوشن الاعلامي اللي هو الدعايه والاعلان، العلاقات العامه، السوشيال ميديا، كلها كامله. نعم. فكل الخدمات الاعلاميه وقبلها الخدمات التسويقيه. حلو. زين ابرار، دكتور ابرار، خلينا نتكلم شوي عن اهداف الجمعيه وتوجهات الجمعيه والمبادرات الشبابيه، شلون تدعمونهم. خلينا نتكلم ونوضح حق الناس عن موضوع الجمعيه اول شيء، بعدين ننتقل معك حق أسئلة ثانية. جمعية الكويتية مشروعات الصغيرة. وعفوا، من المستفيد بالجمعية؟ المستفيد من الجمعية. المستفيد من الجمعية. أوكي. هي جمعية نفع عام تأسست في عام 2012. من أهدافها الأساسية أن إحنا نوفر بيئة اقتصادية صالحة لأصحاب المشاريع الصغيرة. في نقطة عبد الله ودي أوضحها، أن إحنا لما نتكلم عن أصحاب المشاريع الصغيرة في لبس عند الناس أن إحنا التارجت اللي هم ممولي من صندوق. أولاً إحنا تأسسنا 2012 قبل صندوق، الصندوق 2013. فأنا أي صاحب مشروع صغير سواء كان ممول من صندوق أو ممول من البنك الصناعي أو حتى بروحه بدون أي تمويل، فإحنا التارجت أو السيجمنت ملوتنا أصحاب المشاريع الصغيرة أيا كان مصدر تمويلهم. وقلت لك من أهدافنا ورؤيتنا أن نوفر لهم البيئة المناسبة لهم، محاضرات، توعية، تثقيف. خاصة عبد الله نورة، بعد فيه أنت لما تتكلم عن إدارة مشروع صغير مو الكل انولد تاجر ولا الكل تربى على إيد تاجر، فلما تدش في أي مجال جديد، في مجال الفن، في مجال الإعلام، في مجال التجارة، تحتاج أنك أنت إذا ما عندك خبرة تستعين بأصحاب الخبرات. فإحنا نحاول نوفر لهم الأمور هذه كلهم عشان نساعدهم في مشاريعهم. إذا أنتوا تساعدهم استشارياً وتوجيهياً مو مادياً؟ لا، مو مادياً. كل شيء مو مادياً. أعقب على كلام أختي أبرار، إحنا الأعضاء في بعضنا يعني ماخذ من الصندوق وفي بعضنا مو من الصندوق، فعشان كذي إحنا نمثل كل شريحة الشباب اللي عندهم مشاريع صغيرة وكبيرة، ما له دعوة ماخذ من الصندوق أو مو ماخذ من الصندوق. نعزز علاقاتهم مع كل الهيئات سواء قطاع خاص أو قطاع عام، نعزز العلاقات بينهم، نخليهم يتعرفون عليهم شنو الشغل اللي يسوونه. القطاع الخاص أو القطاع العام، الناس اللي يشتغلون هناك الشغل اليومي ما يخليهم يعرفون شنو الأشياء الجديدة اللي قاعد تطلع، منو الشباب الجدد اللي قاعد يطلعون في جميع المجالات. فإحنا دورنا إن إحنا نطلعهم أكثر للناس، نسوقهم للناس. تسوقونهم لمتى؟ بس في بداياتهم ولا تكملون معاهم؟ لما يوقف عاري ولا؟ مدام هو مشروع صغير أو متوسط على طول.
على طول، حتى لو هو واقف على ريله، حتى لو المشروع كبر، حتى لو المشروع استل وياكم استل معنا، حتى لو المشروع كبر حلو، ما دام مشروع صغير او متوسط حتى لو كبر. على كذي رهام صراحه شوقتونا يعني نتكلم وياكم بزياده بهذا الموضوع. خلينا نتكلم عن المعوقات والمشاكل اللي واجهتكم في البدايه، بنفس الوقت بنعرف تجاوب الشباب وياكم خصوصا الجيل الحالي. تدري الجيل الحالي شويه نقول دلوع بصراحه، اقولها بالعاميه، مو نفس الجيل القديم. الجيل القديم والله مو دلوع، الجيل القديم عادي يبيع بالشارع وتحسينه كذي يعطي من نفسه وما عنده اوف، وهذا بيشتغل تحسينه كادح. اليوم الجيل الجديد تحسينه شوي عايش في حاله مترف، يحب شوي نقول يتدلع، غير عن شباب الجيل القديم. ابدا والله ترى انا ما وافقك الراي. انا ما اشوف انا ما اشوف شفنا جيل دلوع، انا ما اشوف جيل دلوع. احنا نشوف الجيل الحالي بالعكس طموح ويبي يسوي، وسبب تأسيس أحد أسباب تأسيس الجمعية إن قاعد نشوف جيل كامل طموح، بس يبي اللي وجهه، يبون يبي اللي وجهه، يبون يبدعون، يبون يسوون، يبون يشتغلون، بس مو عارفين وين يبتدون. صحيح. مو عارفين وين أول الخط. وفي ممكن يكونون أيضا متخوفين من الخسائر. طبعا التجارة ربح وخسارة. صح نعم. يعني هاي أكيد، يعني احنا ما نضمن حق اي احد، احنا ما نضمن حق نفسنا الربح على طول. نعم. التجاره دائما ربح وخساره، بس ما انا يعني وايد الجيل الجديد اشوفه بالعكس عندي احسن من الجيل القديم. نعم. متفتح حق افكار اكثر، ممكن يطلع لك افكار اوت اوف ذا بوكس. يعني مو دلوع الجيل الجديد ابدا، مو دلوع. عشان لا حد يزعل مني، مو دلوع. لا مو دلوع الجيل الجديد ابدا. انا من وجهه نظري مو دلوع الجيل. الحين طبعا قاعد تتابعونا ونشوفكم تتكلمون عن موضوع مشاريع وكذي، يقول لك عبد الله المشروع كم راس ماله؟ في واحد يقول انا عندي 1000 دينار على قد، واحد ياخذ قرض مسكين عصر نفسه يمين يسار يا معك 5000. يعني نقول المبلغ اللي دش في مشروع ويصير مشروع ناجح، هذا الليفل ماله من 1000 ل 5 ولا لازم اكثر؟ يعتمد. انا اشوف يعتمد على نوع مشروعه، على عملائه، على خطته، على اهدافه. يعني احنا الحين بالكويت عندنا فرصه وايد حلوه اللي هو الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيره اللي مولك له 500,000. زين. في ناس تمولوا وفشلت مشاريعهم، فهي السالفة مو في المبلغ. إذا عندك أنت 1000 وتقدر، وبعدين إحنا الحين حتى عندنا رخص الهوم بزنس لايسنس، فتقدر ب1000 تبلش، تقدر ب2000. بس هي الفكرة إنه عبد الله هذا اللي صاير، خلينا نقول إحنا الكلتشر الغلط بين الشباب، إنه دام في تمويل أنا أروح أخذ التمويل وبلش مشروعي وبعدين ينصدم إنه عنده مبلغ وخسر. خلي أقول لك على شغلة. السمول بزنس أسوسيشن سووا دراسة يقول لك نسبة فشل المشاريع الصغيرة أول سنتين 30%، بعدين أول 5 سنوات 50%، 10 سنوات راح يوصل لك 66%، فقط 15 سنة اللي يكملون هم نسبة 25%، وحددوا الأسباب. ما في ولا سبب منهم اللي هو سبب المادي. طيب هذه الدراسة بالكويت ولا عالمية؟ هي عالمية. نعم. ما ذكروا أبدا أن المعوق هو معوق مادي، أو أنك تحتاج رأس مال، أو تحتاج مبلغ معين. مثل ما قالت ريهام، هو الشخص نفسه والفرد نفسه وفكرة. عندك 1000 أو بعدين احنا مشاريع الكويت والتجار الكويت من زمان بلشوا، ما عندهم المبالغ اللي احنا عندنا إياها الحين. نعم. أضيف نقطة، عبد الله أنت قلت لي 1000 ولا 5000؟ من 1000 إلى 5000 هذا الرينج يعني. لا 1000 ولا زين. ايش رايك في مشروع من غير راس مال كلش؟ شلون راس مالك انت؟ شلون يعني استشارات؟ شنو راس المال اللي احتاجه؟ انت موظف في قطاع معين، انتم ما شاء الله عليكم اعلاميين معروفين، اعلاميين في اعلاميين يدد يبون يطلعون، يبون يصيرون نفسكم. نعم. استشارات ما تحتاج غير انت مخك بس، ويكون عندك القدره انك توصل المعلومه وتعلم الشخص اللي قدامك وتعطيه استشارات. هذه مثلا هذه مشاريع ما تحتاج راس مال حتى دينار واحد. هذا اللي انتم بلشتوا فيه نقدر نقول استثمرتوا في نفسكم في دراستكم؟ طبعا طبعا. يعني انا بالنسبه لي استشارات، يعني انا شغلي غير شغل ابرار، انا بالنسبه لي استشارات، وعندي الاشياء الثانيه اللي تحتاج لها راس مال اللي هي الجانب الاعلامي. بس استشارات لما تشتغلين سنين في مجال معين وتتعبين على نفسك، تتعبين على دراستك، تتعبين على نفسك، تتعبين على الاكسبيرينس، ما احتاج راس مال. صح. وبعدين عندنا فكره خاطئه ان راس مال كبير، وقاعد نشوفها بوايد، وانا يعني ودي اوصل هالمعلومه حق وايد من الشباب، قاعد اشوفها وايد
بالمشاريع اللي مشاريع الشباب الصغيره اللي نشوفها يقط نص اللي عنده 50% من البادجت مالته اول 6 اشهر ديكورات معاشات عاليه واخر شيء على بوزه ويبيع يعطيها على بوزه ويبيع اول سنه اول صح. سنه دائما اول سنه يكون عندك سبورت سيستم اهلك اصدقائك يحاولون يساعدونك اول سنه مو مقياس بالبزنس بلان ثاني سنه ثالث سنه مثل ما تفضلت اختي ابرار لما قالت اول 3 سنين اول 3 سنين اصعب 3 سنين طبعا حتى لو هي استشارات اصعب 3 سنين يعني تحط تنحط وجودك المحك لكن بس تدش السنه الرابعه يبلش خلاص تبدي تحس باللذه وبنت تحس باللذه بالسنه الرابعه ما في اتحدى اي وظيفه بالعالم تعطيك نفس الساتسفاكشن كثر شغلك الخاص ما في ولا وظيفه يعني انا كنت بوظيفه قبل وكنت الحين مشروع صغير مشروعي الخاص ما في مقارنه ابدا نعم فالبجت مو هو راس المال اقصد مو هو الشيء الاساسي لنجاح المشروع الشيء الاساسي لنجاح المشروع ايمانك انت بالنجاح وبفكرتك مو انا مثلا ابرار افتحت هندسه ديكور استشارات هندسه ديكور وشفت مثلا ما شاء الله الشغل ماشي معاها واحنا في عندنا شباب يفكرون بهالطريقه يقول لك الهندسه الديكور مثلا ماشي خلينا نفتح او مطاعم او لا انت شنو تحب اذا كان الهدف من المشروع هدف مادي بحت راح تفشل اوف راح تفشل بس احنا ريهام ماشي عندنا مطاعم في الكويت لا لا بس مو بس المطاعم عبد الله هاي كل العالم اذا كان الهدف ما في باشن ما في انت حب حق هالشيء اللي انت قاعد تسويه هدفك بس النجاح عندك بس مادي راح تفشل هو طبعا كلنا نبي نجاح مادي بس لازم يكون كومبينيشن ما يصير هذا بروحه فهمت قصدي هو الكومبينيشن طيب انت ذكرتي توال الواحد لازم يكون في حب وشغف للمشروع اللي داخله عشان ينجح فيه اكيد في مقومات ثانيه ايضا يعني تكون سبب من اسباب النجاح تكون مقومات اساسيه اصرار الصبر يعني انا بس هم مو دلوعين هم بس يبي لهم الصبر بس الصبر لان بتروحين تسوين برزنتيشن الناس بيونك ناس بياخذون زين شلون يصبر شلون يصبر اذا هو مثلا دش براس مال على قده يعني شهر شهرين خمس سنه خلاص ما يقدر مصاريف هي في مصاريف شلون راح يثبت على هالمشروع علشان كذي احنا احد اهدافنا بالجمعيه ان نسوي نتورك نجمع اصحاب المشاريع الصغيره يستفيدون من خبرات اصحاب المشاريع انت تحتاجين خلينا نقول اقران شباب في نفس البيئه في الحين اذا انا بصير اعلاميه لازم اخالطكم اذا بطلع في مجال الاعلام لازم اخالطكم ما اقدر بيوم ليله الحين بقول لكم طلعوني هوا تتواصلين ايوه اي يعني انا ممكن انا اقعد هني معاك واسولف بس لما تقول لي انا اسوي انتروداكشن بالهوا اكيد ما راح اقدر فمع الاصرار في امور لازم تفهم يعني خلينا نتكلم شويه يمكن موضوع حساس الحين صارت عندنا الكويت هبت الدراسات الجدوى فتو المخرج قاعد يقول لنا دراسه الجدوى يقول 2500 دينار عدل مال الله وصلت 5000 انا واحد جاي من 5000 حولت عيال انا شو اسوي انا بالضبط عشان اطلع واحد يسولف فيها شويه يقول لي والله انت بزنس جديد ترى فهو اتس نيو بزنس انا قاعد اقول لك احنا لما تاسس الصندوق الوطني للمشاريع الصغيره وانا قلتها اكثر من مره للاسف البعض لقوا الشباب نيو ماركت انزين الحين احنا ما نقدر دائما نلوم اللي خلينا نقول ما يصير انت دائما تلوم النصاب انت حتى لوم الشاب نفسه انت ما تعرف تسوي دراسه جدوى عادي ترى مو الكل يعني انا دكتوره اداره اعمال بالفاينانشال بارت استعنت باحد مو عيب صح. لكن خلينا نتكلم على الجانب الاداري الجانب اللي فيه الاصرار اللي فيه التسويق ترى شباب وايد يستهينون ميزانيه التسويق ميزانيه التسويق من اهم الميزانيات اللي تكون في الجانب الاداري لا. روح عند واحد يسوي لك دراسه جدوى ما عندنا مشكله ما في مشكله لما تخلص خله يشرح لك ويفهمك لما يقول لك استراتيجيه التسويق خليه يشرح لك شنو يعني وشلون تطبقها ومنو تستعين فيه صح. لما يشرح لك استراتيجيه التسعير انت حتى للتسعير لازم تكون حريص فيه خل اللي سوى لك الدراسه يشرح لك اياها افهمها وبعدين لما تروح على الجانب خلينا نقول المالي البحث اللي هي الميزانيات والامور هذه كلها اللي يصعب على اي انسان انه يفهمها بطريقه بسيطه شوف يعني انا مرت علي دراسات جدوى من اول شهر في ربح معروف حتى اللي ما دش البزنس اول 3 اشهر يسمونها بري اوبريشن ما يدش لك ولا فلس ف
فالمبادر وهذا هني على متيلك الإصرار والصبر يشوفها فيتحمس ويشتغل. احنا ابرار خلينا معاك، انت هم عندك مشروع والله اي انا عندي مشروع التصميم الداخلي والمقاولات. أيوة. أيوة. شلون استثمرتي لصالح الجمعيه؟ ما استثمرت لصالح الجمعيه، لا الجمعيه انا بالعكس، انا الجمعيه اللي اضافت لي فيه ان انا استفدنا من الجمعيه، استفدنا من الجمعيه اي بس استفدنا في انه شو استفدت من الجمعيه؟ والله وايد اشياء. النتورك انا اقول لك لا تحكي عن اللي هي سويت، انا بقول تحكي عن اللي انت سويتي. يلا احسن. ابرار سوت لنا ملتقى شهر اللي طاف شهر 12 الملتقى اللي سولتنا اياه حق البي تو بي اللي يحمى المشاريع الصغيره يقابلون بعض. حلو. ونسوي شغل حق بعض بدل ان ننطر قطاعات خاصه وقطاع حكومي وقطاع ما ادري شنو. جت ابرار سولتنا الملتقى كعضو بالجمعيه وماسك العلاقات العامه. الملتقى عباره كل اصحاب المشاريع الصغيره يكونوا موجودين، عرفتنا على بعض، جابت لنا الصندوق، جابت لنا الـ احد من المناقصات، جابت لنا من الاجهزه الحكوميه كوزاره التجاره، كل هذول جابتنا اياهم، جابت لنا اعضاء مجلس امه. حلو. فقعدنا معاهم قلنا لهم شنو مشاكلنا، شنو الاشياء اللي نحتاجها، خلتنا احنا نقعد مع بعض كمشاريع صغيره. اللي يحتاج استشارات تسويقيه اسوي لهم اسعار. شنو استفدتوا من هذا الملتقى؟ سوت لنا كوميونتي نتورك، صار عندنا احنا كوميونتي. اذا احتاج احد، اذا احتاج احد هندسه ديكور تعرفت على، اذا يحتاجون مشاريع تسويق استشارات تسويقيه عرفوا قمنا خلاص وصلنا نستعين في بعض بدل ما نروح حق الشركات الكبيره. ومن فئات الشبابيه احنا فئات شبابيه وكلنا مشاريع صغيره. هذا اللي سوت لنا يا ابرار، سوت هالملتقى عرفتنا على بعض، قمنا احنا احنا نساعد بعض، واحد يشيل الثاني لان احنا كلنا بنفس نفس ذا سيم بوت يعني. حلو. فأشيلها وتشيلني، أشيلك وتشيلني، لأن نبي نساعد بعض، لأن نبي ننجح كلنا مع بعض، لأن إحنا كلنا نفس الفئة. حلو. فهذه من الأشياء اللي سوتها الجمعية وأبرار هي المسؤولة عنها، وفعلاً استفدنا منها وايد. زين أبرار أنا بسألك أنت سؤال. الحين شو الفرق بين التسويق التقليدي القديم والتسويق الحديث؟ متخصصة التسويق. مو لا بسألك أنت، أنت مو وياهم قاعد تسولف عنك قبل شوي. لا بس هي متخصصة في التسويق، هي اللي تجاوبك. تفضل أستاذ، تفضل يا ريان. يلا. التسويق التقليدي والتسويق الجديد. التسويق التقليدي هما اثنيناتهم يمشون مع بعض. أول شيء التسويق التقليدي يصلح للشركات أو المؤسسات الكبيرة اللي عندها ماس ماركت، يعني عندها كل سيجمنت، عندها كاستمرز وايد، بنوك، شركات اتصالات، وزارات، عندها من كل الفئات. يصلح لها التسويق التقليدي. شنو التقليدي؟ يعني تلفزيون وجريده؟ شيء قبل؟ التسويق التقليدي شنو؟ تلفزيون، جريده، اوت دور، راديو. هاي التسويق التقليدي. الراديو محظوظين نحطه بالتسويق التقليدي والتسويق الجديد. لانه شويه في هو شويه ديجيتال. التسويق الجديد هو التسويق الديجيتال اللي كل شيء ديجيتال، السوشيال ميديا، كل شيء اونلاين. هذا اكثر تارجت حق فئة معينة. فئة معينة صح. حق فئة معينة، أنا أبي مثلاً شباب من 15 إلى 20 كويتيين أو 15 إلى 20 مقيمين في الكويت في هالمحافظة ياخذون يستخدمون مثلاً هالأشياء. هذا وين التسويق الجديد يفيد. نعم. الشركات المؤسسات الكبيرة تستخدم الشيئين مع بعض. نعم. لأن هم انتجريتد، هم يفيدون بعض. الشركات الصغيره ما تحتاج تاخذ تسويق تقليدي. بس اليوم صار الشركات الكبيره والشركات والافراد او الشباب اللي يدت في عالم يعني البزنس وكذي قاموا ايضا يبتعدون عن كل هالامور هذه، يقولون انا ليش اعور راسي؟ اجيب احد مشاهير السوشيال ميديا يعلن لي وانتشر. وارخص. طبعا لا مو ارخص. لا أرخص. مو ارخص ابدا مو ارخص. لا انا اتكلم عن، عفوا انا يمكن فهمتين غلط، انا اتكلم عن الاعلان التلفزيوني مقارنه بالسوشيال ميديا. اي طبعا. يعني مثلا محطه كبيره ماني ذاكرها طبعا تسوي اعلان حق نص المسلسل، كم يدفعون حق المحطه وكم يدفعون حق واحد بلوجر وما ادري فاشينيستا. بالضبط. بس خل اقول لك ملاحظه على موضوع السوشيال ميديا والانفلونسر. هل في شغله الانفلونسر والسوشيال ميديا هم ما ينفع حق اي برودكت يتسوق؟ عرفت؟ يعني هو هذه المشكله اللي احنا قاعد تصير عندنا في المجتمع الكويتي. بس هو فعليا قاعد يتسوق حق كل انواع البرودكت تقريبا. مو كل انواع البرودكت، في منتجات وفي خدمات تحتاج انفلونسر وفي منتجات وخدمات لا. انا تصميم داخلي ومقاولات. نعم. شلون بتسوقي لي وانت ما جربتي شغلي؟
قاعدين يسوقون اللي مثلا قاعدين يعني في وضع انهم قاعدين يجهزون بيوتهم او حلو عشان شي قاعد يعني اللي قاعد يجهز بيته اللي جرب. لكن خلي الحين انا اجيب لك اربعه او خمسه شباب يدد في مجال المقاولات ما حد جربهم بقول لك يلا سوقي اليوم ايش بتسوقين؟ قاعد يسوقون حق كل شيء دكتوره حتى حق المستحضرات الطبيه بالضبط. التجميليه بالضبط. البنيان الملابس بالضبط. المطاعم بس الامور مو غلط ما نقدر نفتي في المجال بس قاعدين لا عشان كذي هو كل قناة وكل كل إنفلونسر وكل سوشيال ميديا له يعني برودكت معين مشاريع معينة يسوقها إحنا هذا هذا أحد الأمور أيضا اللي يعني أنا أقول لك الحين إحنا مثلا في بيتوبي لما تكلمت عنه ريهام من أحد الأمور اللي طرقنا لها قانون المناقصات اللي تم تعديله في 2019 عشان يشجع أصحاب المشاريع الصغيرة إنه يدشون في المناقصات الحكومية نعم نبي نسوقه نبي إنفلونسر لا طبعا بس هذا يمكن من لكل قاعده شواذ هذا يمكن شذي طلع بس بنتفق انه الاغلب صار يوفر وقته يوفر يعني حتى لو يقول ادفع زياده بس اضرب بسرعه انتشر بسرعه هم يعتمد صح وهذه ظاهره على فكره ترى بس عندنا بالكويت نعم صحيح هذه ظاهره يعني نسبيا احنا الاعلى صح اي احنا عندنا كلاينتس يمكن سعوديه اي احنا عند الحين السعوديه صح باديه احنا عندنا كلاينتس من برا الكويت اشتغل معاهم من برا الكويت وأجانب مستغربين من الظاهرة اللي عندنا بالكويت نعم. على السوشيال إنفلونسرز والأفكت مالهم على الناس وفعلا كلامكم 1000% صحيح نعم. يعني احنا وصلنا لمرحلة ديكور مو يعني ديكور مقاولات تعليم مدارس نعم فهمتي قصدي صحيح لأن السرعة بتوصيل المعلومة نعم وبنفس الوقت إذا بقارنها بالتلفزيون اللي هي التسويق القديم أرخص لي أرخص بس في طرق ثانية هاي وين المشكلة تكون عبد الله في طرق ثانية لما أنت تروحك متخصص تسويق يعني أنت تدري أنا وايد كلاينت يجون يقولوا لي مثلا نبي سوشيال ميديا يقولون ليش ولا نبي أوت دور هذا البيل بوردز وليش الإعلانات الإعلانات اللي مالت شوارع أقول له احفظ فلوسك حرام كل شيء لشيء شنو تنصحينه كل سنه اي طبعا انصحها لان على حسب البرودكت مالته وعلى حسب منو الفئه اللي انت تبي تكلمها صح يعني انا اي شريحه مثلا اي شريحه يعني اذا انا شريحه بالضبط اذا انا شريحتي اي اذا انا شريحتي خلينا نقول مثلا 50 بلس لو اي سوشيال انفلونسر ما راح يشتروا هالفئه هالشريحه مو متابعين ما راح ياخذون من السوشيال انفلونسر اذا باخذ مثلا حتى اطفال الديجيتال انا معاك الديجيتال الاونلاين جدا قوي بس في وايد طرق احنا ما قاعد نسويها بالكويت طيب انا مثلا الحين الشباب نشوف اغلبهم قاعد يتوجهون على حق الفود تراك وحق الكافيهات وشلون يقدرون يعلنون بعيد عن السوشيال ميديا او مشاهير السوشيال ميديا بالاصح شنو البديل الناجح او غير الاعلانات الخارجيه أوكي. لان الاثنين ناجحين الأمانة ما نقدر نقول ان هم ما يوصلون المعلومه صح. يعني بسرعه وتنتشر اسرع معك احنا ناخذ مثال الفوتراك يعني شاب عنده فوتراك مشروع تو ببلشه ويبي الناس تعرفه الديجيتال ميديا مفتوحه للكل نعم انا ما قلت ما يستخدم الديجيتال ميديا يستخدم الديجيتال ميديا والديجيتال ميديا السوشيال بلاتفورم مثل انستغرام وسناب وهالاشياء نعم. ترى اسعارها جدا واطيه صحيح يعني والكل يقدر يستخدمها صحيح السبونسرد اد ما سبونسر اد ترى سبونسر وايد يعني اسعارها معقوله لو في السبونسر تحدد بعد التارجت احدد نعم. التارجت صح انزين الحين انا بطلت تراك اوكي نفترض مثلا فاست فود فاست فود انا ادري من الشريحه اللي تاكل الفاست فود فانا عرفت الشريحه مالتي شباب اكثر الشباب انزين التراك مالي وين فأنا أعرف أي محافظة مثلاً أنا أنقي محافظة معينة صح. فأنا أنا خلاص أعرف أي محافظة أعرف وين صح. بس هذا موسم رهام أحس إنه ما يعني بالصيف ما يشتغل هذا لا بس هي لا سؤالها غير إنه موسم هي سؤالها شلون أسوق إنزين الحين أهم شيء عشان ينجح الفود تراك أو المطعم شنو إن الناس تعرف الأكل صح بالضبط إذا أنا بدفع حق السوشيال ميديا السوشيال ميديا الحين إحنا قاعد نتحكى من 2000 إلى 3000 دينار الإعلان الواحد صح صحيح؟ نعم صح إنزين 2000 إلى 3000 دينار إذا أنا استثمرتهم يومين أو ثلاثة أيام الكوست مالي لما أسوي فيه الأكل أوكي؟ شو الكوست مالي؟ أخلي الكوست لـ 3000 أكل ببلاش جميل
بهالتارجت. هذه فكره ايضا حلوه. بهالتارجت تعالوا اكلوا، انا بيهم يذوقون اكلي. مو هذا هو التسويق احسن من لما يجي انفلونسر بدال لا واحد، بدال لا شخص واحد يتكلم عني. انا اخلي كل هذول الناس يتكلمون، لان الحين كلنا حتى من واقع تجربه بعد. من واقع تجربه واحنا كلنا كلنا حتى لو مو سوشيال انفلونسرز، اهم شيء عندنا، اهم من بوكنا تليفوننا. صح. واول شيء نسوي نصور. صح صح. فانا اذا البادجت مالتي 3000، انا هال 3000 اشوف شنو الكوست مالي مال الاكل بالضبط، لان الاكل هو المهنه مالتي اللي ببيعها على الناس، هو البرودكت اقصد اللي ببيعها على الناس. احسبها الكوست مالي ايش كثر يكلفني، 2500 3000 ايش كثر، مثلا كم وجبه كم برجر كم. صح. انت ريهام للحين يعني هذه احد البدائل الناجحه. يعني انا الحين قاعد اعطيك اياها اون سبوت، غير لما نقعد برين ستورم. ريهام اقطع كلامك بخير، لان عشان قاعد يدش علينا الوقت سريع، لان عندنا وايد تقارير وكذا حقكم. انت دشيتي بتجربه او تجربه الانتاجيه، جبتي هذه عبلة فاهيته اللعبه. يمكن هم كان قصدك ان انت تستقصدين شريحه معينه من الناس، ويعني دخلت بموضوع الانتاج. شنو شفتيها ناجحه ولا لا؟ ناجحه بس للاسف بالكويت شويه صعبه. شلون؟ مسكوكه شويه. مسكوكه؟ اي يعني حق ناس معينين مثلا. عطني التو بوكس خلينا نشوف شلون حق ناس معينه. عطني خلينا نشوفها. شنو كانت الفكرة هني، ومنو كنتي توجهين؟ يعني أكيد كان في هدف أو رسالة توجهينها حق فئة معينة، وليش قلتي كانت محتكرة؟ يعني بالمعنى أن الفئة راح أقول لك. أنا بالنسبة لي الكويت جدا 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 شيء وموضوع مهم. فلما أوصل أشوف الناس يتحلطمون، ما احب موضوع التحلطم والسلبيه والكويت وماكو شيء وماكو شيء، وفي وايد اشياء نقدر نسويها. صح. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما يصير الانترتينمنت مالنا يكون مولات ومطاعم، فلازم نجيب اشياء جديده، نجيب افكار جديده. هذا انترتينمنت، مثل ما لما تروحين السينما انترتينمنت، التوك شوز انترتينمنت، ستاند اب كوميدي انترتينمنت، وهاي طريقه جديده للستاند اب كوميدي. فلما جبتها كنوع من انترتينمنت وفعلا كانت جدا ناجحه، وكل من قال ريهام سوي اكثر يبيها مره ثانيه. احنا جبناها بس 3 ايام كنا نبي نشوف، ومع انه صعب الحين عندنا هم برنامج ثاني، ما راح هو اسمه غير حصري، ما له دعوه بالكوميديا، بس هم اوت اوف ذا بوكس لحد الحين، يعني قاعد نشتغل عليه. هذا ثاني مشروع حم بالإنتاج. تم اختيارك ريهام من ضمن 50 امرأة قيادية في قطاع الاتصال في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب مجلة من المجلات. فهل كنت متوقع هذا الشيء، وشلون يعني استقبلتي هذا الموضوع، وشو نصايحك للبنات عشان يصيرون نفسك؟ والله صراحة ما كنت متوقعة، وهذه الجائزة أخذتها قبل لا أفتح مشروعي. يعني كانت من أحلى الأشياء اللي صارت لي بحياتي. عطتني ثقة وزادت ثقتي في نفسي. حلو. يعني أول كنت أسوي شغل لأني أحب أسوي شغل، بس لما جت الجائزة كان يصير فيني أبوي في ناس برا الكويت يدرون أن أنا قاعد أسوي شغل، فهمت قصدي؟ حلو. تشجيع هذا. وايد حبيتها ونصيحتي للبنات، لأن فعلا النساء يواجهون اكثر صعوبه ترى بالشغل، لان دائما نبي نثبت نفسنا، دائما نبي نثبت احنا ترى زينين بالشغل، احنا مو عاطفيين، احنا نقدر نتحمل، احنا مو، فهمت قصدي؟ احنا قادرين واحنا موجودين ونترك بصمه قويه في جميع المجالات. يعني ما فيها احنا نتكلم انه ما فيها ذكور واناث، احنا ايضا نقدر. صح. فهني يصير سيجل عليك. سبحان الله، سايكولوجيكلي احنا يعني في فكره داخلنا انه دائما نبي نسوي اكثر عشان نثبت نفسنا. نعم. نصيحتي حق البنات، ركزوا بالاشياء اللي تحبونها، الناس قاعد تشوف. نعم. المجتمع قاعد يلاحظ الناجح يطلع. نعم. الناجح الناس تشوفه. ختام عندك دكتوره ابرار، نصيحه توجهها للشباب اللي داشين مشاريع سواء بنات او شباب. اول نصيحه، ما راح اتكلم عن النصائح التقليديه،
اشتغل وثابر وهذا، خلينا نتكلم على توجه جديد في السوق. يعني نتمنى ان مثل ما قلت المطاعم ناجحه، الاتيلات ناجحه، المقاولات ناجحه، نبي توجه صناعي، نبي توجه المشاريع الصناعيه. قبل كم يوم كنت عند واحد من الشباب، اثنين من الشباب عندهم شركه امداد من اروع المشاريع الصناعيه، اول مشروع ومصنع كويتي لانتاج الوقود الحيوي. نعم. الاول بالكويت، شباب اثنين، ووايد وايد فرحت لما شفتهم ان هم مشتغلين في المجال الصناعي، مع انه واجهوا صعوبات وواجهوا تعقيدات وواجهوا امور مو طبيعيه. من الامور اللي واجهوها، تخيل، انا قاعده اعطي مثل عشان الناس لا تتحبط، من المشاكل اللي واجهوها عقب ما سووا ان انتم قاعد تشون في سياسه الدوله وقاعد تشون في سياسه البترول وما تقدر تشتغل، وافقوا لهم انهم يشتغلون. بس انت قاعده يعني تأيدين وترشدينهم ان انتم فتحوا مجالات الابداع عندكم، لا تتخصصون في امور بس يعني مو مع الهبه ولا مع الموضه. بالضبط، خلينا نتكلم. نعم. على يعني انت، احنا قاعدين نتكلم على تغيير موارد في الكويت، تغيير اعتمادنا على النفط، فهذه نصيحتي ان توجه الى المشاريع الصناعيه. نعم. شكرا لك دكتورة ابرار، شكرا لك اختي ريهام، يعطيك العافيه. انا شنو عندنا الحين؟ راح نطلع مع فقره زميلتنا هيا العبيد ونشوف اليوم رايها مع أي فنان أو أي مشهور. يلا.